هذا وتعمل المؤسسات الطبية في القطاعين العام والخاص على تعزيز جهودها لمنع انتشار العدوى بين العاملين الصحيين، خصوصا الذين يعملون في الصفوف الأمامية لمواجهة الفيروس. وفي الخدمات الطبية الملكية تعمل وحدة مكافحة العدوى على اتخاذ جملة من الإجراءات داخل المستشفى العسكري لحماية كوادره من انتشار عدوى فيروس كورونا. من المهام اللي تقوم بها قسم مكافحة العدوى هو القيام بالزيارات الميدانية لجميع أقسام المستشفى العسكري، وكذلك لوحدات أو مراكز الحجر والعزل اللي تكون تحت إدارة المستشفى العسكري. الهدف من هذه الزيارات هو الحرص على إجراء التطبيقات أو الاحترازات الوقائية المتبعة دوليا بين جميع العاملين أو والمرضى، وذلك للحد من تفشي الفيروس كورونا بين العاملين. احنا في قسم مكافحة العدوى في المستشفى العسكري نشكل فرق رئيسية مهمتها تصنيف والإبلاغ عن حالات المصابة بفيروس كورونا. طبعا احنا تبع المعايير الدولية نصنف هذه الحالات على حسب خطورتها، اذا تحتاج انها هي مثلا تتناول في المستشفى او تحتاج للعلاج. وطبعا هذه كلها بالإضافة إلى حالة الاستقصاء الوبائي اللي هي عبارة عن التراك حق يعني المخالطين، سواء كانوا من داخل المستشفى الموظفين اللي بيكون يعني مخالطين مع الموظف نفسه، أو من خارج المستشفى اللي هم الأهل أو اللي في المنزل. يعني في حال تم رصد حالة مصابة سواء بكوفيد 19 أو أي مرض قابل للعدوى غير هذا المرض، ما هي إجراءاتكم في قسم مكافحة العدوى؟ احنا الله يسلمك عندنا تواصل مباشر مع قسم المختبر. اول ما يتم رصد اي حالة سواء كان بفيروس كورونا او اي مرض معدي ممكن انه هو ينتشر بين المجتمع او بين المرضى الثانيين، يوصلنا نوتيفيكيشن. على اساس هذه النوتيفيكيشن احنا نتواصل سواء مع القسم الموجود فيه المريض او الموظف، ونتواصل ايضا مع الموظف نفسه. طبعا نخبره بالاجراءات اللي لازم يقوم بها، نفس انه مثلا يعزل نفسه، يكون في مكان منعزل عن اهله او يعني اهله والمكان اللي يشتغل فيه، وفي نفس الوقت نرصد الحالات اللي بتكون مخالطه حق الحاله اللي انصابت بهذه المرض. في وحدة مكافحة العدوى نقوم بعمل المحاضرات والدورات التدريبية لجميع العاملين الصحيين من الأطباء والموظفين والممرضين لمكافحة العدوى، وخصوصا في جائحة الكوفيد 19، وذلك سعيا منا لرفع الوعي والتأهب لأي حالة من الحالات المصابة. هدفنا الوقاية من العدوى والتأكد أن كل التدابير الوقاية من العدوى تكون موجودة ومتوفرة في جميع مرافق الرعاية الصحية.